كنت بتقول شيء؟ أنا بقول عن ترتيب الأولويات وال... بين الفرق، حتكون منافسات قوية. ايش رايك باللي قاله محمد بكيري؟ الهلال عنده آسي أهم شيء. عين العقل، يعني شوف أي الهلال أو غيره من الأندية لن يجي فريق وبينافس على كل البطولات، هذا حيخسر كل البطولات. لابد كل فريق يحدد له أهداف. هدف محدد، أنك تبغى تاخذ آسيا، تاخذ الدوري المحلي، وتبي تقول أنافس على البطولة العربية وأخذ كأس الملك، حتفقد كل البطولات. حدد هدف أول ثم هدف يليه ويليه. فتعرف في آسيا عندنا مشارك 4 أجانب، في البطولة العربية حيشارك 5، في الدوري المحلي حيشارك 7. هذه تحتاج أيضا تخطيط، وتحتاج برمجة، وتحتاج من المدرب يضع في ذهنه اللاعب المحلي اللي سيتقلص دوره محليا ثم يرتفع في البطولة العربية، ثم في البطولة الآسيوية حيرتفع يأخذ مساحة أكبر. لا يهمل اللاعب المحلي في البطولة، اللاعب السعودي في البطولة المحلية، تحط 7 أجانب مع المواليد، يصير عندك 3 سعوديين فقط في البطولة المحلية يشاركون 26 جولة. عندما تروح آسيا حتضطر تأخذهم تشارك بالسعوديين، حتقلص العدد الأجانب إلى 4، حتضطر تلعب لاعبين يمكن غير جاهزين. البطولة العربية الآن فيها 5 أجانب، حتشارك 6 سعوديين. فلابد المدربين يضعون يعني برامج على هالأساس، عدد المشاركات لكل لاعب. لابد أنه وهذه تحددها الأولوية. إذا تبغى آسيا احسب حسابك حيكون معك 4 أجانب فقط وليس 7. طيب حنا